ناخد اخبارنا العالميه اللي موجوده النهارده. خلينا نبدا من الدوري الالماني. بايرن ميونخ بيستعيد توازنه مره اخرى. ادي الحارس العظيم ايمانويل نوير، ده من وجهه نظري ده الحارس الاعظم، ده من وجهه نظري الشخصيه. بايرن كان عنده مباراه مع فولفسبورج المفروض انها سهله نسبيا، طبعا ده روبن حقيقه يعني كل مره يدينا نموذج ومثال انه اعتقد انه هياخد الاحسن السنه دي. توماس مولر بيسجل هدف الاول في الدقيقه 37 بعد مجهود فردي من روبن برضه. روبن بص حضراتكم شوفوا الجون وشوفوا المجهود اللي عمله روبن وشوفوا اللعب الجماعي دي التيكي تاكا اللي بجد. وروبن مره ثانيه وثالثه ورابعه والدقيقه 47 بيسجل واحد من اجمل الاهداف. يا جماعه بصوا على اللعب الجماعي، جماعيه الاداء ده امر مهم جدا جدا. اوليتش بيسجل الهدف الاوحد لفولفسبورج في يا جماله يا جماله، ما دي الاهداف اللي بتدخل فيه نوير. بص حضراتكم بيزعل جدا 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 لما بيدخل فيه جون نوير، من الناس اللي بتزعل جدا لما بيدخل فيها جون. هي هاندبول طبعا، هاندبول، هو قايم يعترض على انها هاندبول، مش بيعترض على حاجه جت في ايده بوضوح شديد جدا. الدقيقه 80 من اللقاء، ادي فرصه لا يمكن باي حال من الاحوال انها، بصوا لا يمكن يعني، دي مواقف وطرائق. بروسيا دورتموند وادي جمهورهم العظيم الرائع، اكبر مساند للفريق، وكانوا بيحتفلوا بفوزهم بكاس السوبر على حساب المنافس القوي جدا بايرن ميونخ، فكان مباراتهم مع باير ليفركوزن. طبعا المباراه ده بعد 9 ثواني بالتمام والكمال نجمنا المغربي كريم بالعربي يدون اسمه في التاريخ، بيسجل اسرع هدف في تاريخ البوندسليجا بعد 9 ثواني بالتمام والكمال. خد له خبطه كريم بالعربي لكنه حفر اسمه بحروف من نور. وادي يورجن كلوب مش مصدق، يعني بيقول احنا ما صدقنا، ده احنا لسه بنقول يا هادي. اولها كده جون في الدقيقه في الثانيه 9 من اللقاء، فاكرين المعلقين عندنا يقول لك وفتره جس النبض وفتره مش عارف ايه، جس نبض ده 9 ثواني اول عن اخر، ولا حتى جسوا النفس يعني. هي اضاعوا اهداف بالجمله بروسيا دورتموند، ونجح مره ثانيه بير ليفركوزن في الدقيقه الاخيره عن طريق كيسلينج، ستيفن كيسلينج، انه يسجل الهدف الثاني وسط دهشه يورجن كلوب. ودي الحقيقه يعني متعه كره القدم، انك تكسب اول امبارح ماتش مهم جدا وبعدين تخسر ماتش ده. في الدوري البلجيكي الحقيقه فريق كي ار سي جينك بيفوز على جنت 3-2. ادي الهدف الاول، وادي العرضيه، وادي الاستقبال، وادي التسديد، جميله جدا من سيسي، مش سيسي الزمالك لكن سيسي هو الاسم المنتشر افريقيا بشكل قوي جدا وسط سعاده جمهورهم الجميل. بصوا حضراتكم حلاوه الجون في الاستلام ثم اللف ثم الدوران ثم التسديد، ده جول ولا اجمل ولا احلى ولا اروع. كمان الدقيقه 30 شهدت الهدف الثاني، وواضح انه كمان هدف افريقي. لومبي مبويو بيسجل الهدف الثاني عشان تبقى النتيجه 2-0 في الدقيقه 30. المباراه لم تستقر على حال، برضو نفس اللعبه ونفس الطريقه، الاستقبال جميل جدا ببطن القدم الشمال في المقص اليمين. لم ييأس الحقيقه جنت، ودي جورجا بيسجل الهدف الاول في الدقيقه 48، يعني في تحيه الشوط الثاني بيقرب النتيجه شويه. بصوا حضراتكم اللعيبه الافارقه متالقين بعنف في كل الدوريات دي عقبال لعبتنا ان شاء الله. ميليسيفيتش بقى بيعيد الامور الى نصابها، وهدف التعادل في الدقيقه 61 من اللقاء، تصبح النتيجه 2-2 وسط سعاده بالغه وعارمه لفريق جنت. لكن تاني رجع كي ار سي من جديد انه يسجل الهدف الثالث في الدقيقه 67 عن طريق اخر سيف لينهي المباراه، والثلاث نقاط غاليه جدا 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 لفريقه. انا اشك ان الهدف ده تسلل، اشك تماما ان الهدف ده تسلل، لكنه في النهايه ثلاث نقاط اعتقد انه تسلل. لا والله في لعيب مكمل ورا بره الخطة. الدوري الروسي الحقيقه الدوري الروسي ده دوري عجيب جدا وغريب، بيبقى ملعوب في وسط سلوج وتلاقي انديه في القمه وانديه في القاع. روبن كازان بيفوز على سيسكا موسكو العريق والعنيد 2-1. ادي العرضيه، وادي الراسيه من ابورتيجن عشان يتقدم في الدقيقه 17 لروبن كازان بهدف نظيف. ده اصعب دوري في العالم بسبب التلوج والامطار الصعبه جدا،
والجو البرد القارس، ولكن هناك إرادة الحياة دائما بتنتصر وبيلعبوا وبيكملوا أدائه. بينجح ناتشو في إدراك هدف التعادل لسيسكا موسكو بهدف من ضربة جزاء، ومعها كمان انذار وسط اعتراضات عاتية من نشوف كده فيها ضربة جزاء فيها الرجل في الكعب، هتلاقي الرجل في كعب الرجل، وبالتالي ضربة الجزاء. ينجح ناتشو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول إنه يسجل هدف التعادل، تصبح النتيجة 1-1. لكن روبن كازان الحقيقة كان عنده أكثر إصرار على الفوز وعلى الحصول على نقاط المباراة الثلاث، وظل على هجومه حتى الدقائق الأخيرة من اللقاء، ونجح في الدقيقة 83 قبل نهاية المباراة بسبع دقائق بالتمام والكمال عن طريق كارا دينيز من إدراك الهدف الثاني، وليس هدف فقط ولكنه هدف إدراك الثلاث نقاط، ويفوز روبن كازان على ملعبه على سيسكا موسكو بهدفين مقابل هدف، وسط فرحة وسعادة الجماهير المحبة والمؤيدة والمشجعة لفريق كازان. برضو في شك كده، تسلل خفيف، عايز 100 إعادة لحد ما نعرف القصة شكلها ايه، هل بالفعل الهدف صح ولا تسلل. نستكمل الدوري الروسي اعزائي المشاهدين، مشاهدي ملعب سي بي سي 2، ومباراة قمة او قمتها زينت سان بطرسبورغ مع امكار. طبعا هالك، بصوا يا جماعة الحلاوة ادي، لا الله يخليك، يبقى رجع لي اللقطة دي في الاخر عظيمة لما تبقى ترجع لي. الناس بتتجوز في المدرجات مش بتخرب في المدرجات. اوليك شانوك بيسجل الهدف الاول، التمرية حلوة قوي 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 قوي، والهدف الاول اعتقد التمرية من هالك النجم البرازيلي الذي لم يقدم شيئا في كاس العالم، بعد 13 دقيقة بيسجل الهدف الاول لفريقه اوليك شانوف. ده بصوا حضراتكم التمرية حلوة ازاي، هالك عملها حلوة قوي، واوليك يسجل على طول الهدف الاول لفريقه. 22 كانت المباراة بتنتهي تماما بعد ما نجح هالك في ادراك الهدف الثاني لفريقه، الهدف الاول ليه هو في اللقاء، لانه فريق امكار مش من فرق القمه، لكنه برضه حضراتكم شوفوا المهاره الفرديه هنا غير يا اخي اللي كانت موجوده في كاس العالم خالص. سجل الهدف الثاني وهدف تاكيد الفوز لفريق زينت سان بطرسبرج الروسي بفوز سهل على امكار بهدفين مقابل لا شيء. ادي القصه، وادي الحدوته، وادي السيناريو، وادي التسديده، وادي كره لا تصد ولا ترد. بص حضراتكم هو نفس التخت بتاع كاس العالم، لكن سبحان الله الدنيا متغيره والدنيا متبدله تماما. واضح انه كمان انه كان نجم اللقاء، وفي فرص بتضيع بالجمله من فريق زينت سان بطرسبرج لكنها لم تؤثر. بص حضراتكم الناس بتروح بتستمتع هناك، استمتعوا في المباريات، بيستمتعوا في المدرجات، ما عندهمش ازمه على فكره، ما عندهمش ادنى ازمه غير ان هو رايح عارف انه رايح عمل ايه وجاي ليه. ادي الحقيقه ده تسلل طبعا واضح، لكن الصدة هايلة من الحارس والله. لا سابق برجل، سابق برجل، لا مش على خط واحد، سابق برجله حتى لما رجعت من الجون. طيب نروح بقى للتنس، وبيترا كيفيتوفا بتستعيد ذاكرة الانتصارات على سيرباريكوفا في نهائي بطولة نيو هيفن للتنس، المباراة على الاراضي الصلبة. كيفيتوفا الحقيقة هي اقوى واكثر خبرة واكثر شهرة واكثر نجومية واكثر تحكما وسيطرة، لم تجد صعوبة على الاطلاق في الفوز بالمجموعة الاولى بستة مقابل اربعة بعد ما نجحت في كسر ارسال سيرباريكوفا، ثم عادت في المجموعة الثانية واجهزت عليها بسهولة وبساطة ويسر بواقع ست مجموعات، ست اشواط مقابل شوطين عشان تنهي المباراة، ومش المباراة بس، تنهي البطولة كلها لصالحها في بطولة نيو هيفن للتنس. خلينا نخلص اخبارنا العالمية لان عندنا يعني مكالمة تلفونية هامة جدا تشرح لنا ما حدث اليوم، لانه النهاردة كانت الاحداث ساخنة جدا جدا كده. خلاص كيفيتوفا خدت البطولة، بطولة نيو هيفن للتنس.